السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. يعيش العرب منذ عقود حالة ضعف سياسي وعلمي وفكري انعكست على حياتهم اليومية، بل ثمة من يقول إن هذه الحالة امتدت تأثيراتها إلى الجانب النفسي. لكن في المقلب الآخر يوازي منظومة الضعف هذه قوة كبيرة يمثلها الأدب العربي الذي يحوي من فنون الشعر والنثر والتراث الفكري ما يضعه في مصاف الآداب العالمية، بل في موقع مؤثر في جميع الشعوب التي احتكت بالعرب وأبي آدابهم. فما مصدر هذا الثراء والقوة الأدبية عند العرب؟ وأي قيمة حضارية وإنسانية خلفها المحتوى الأدبي العربي على البشرية؟ وكيف وقع التأثر والتأثير المتبادل بين الإنسان العربي بخصائصه النفسية وصفاته وكذلك البيئة العربية وبين المحتوى الأدبي للعرب؟ هذه أسئلة مطروحة على مائدة الحوار من حديثنا العربي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم. الأدب العربي بما يمثله من تراث الأمة المكتوب بلغتها يرقى بتعبيره الفني شعرا أو نثرا عن فكرة أو عاطفة أو خيال، ليرسم بتلك المكونات صورة للحياة تنتج صياغة فنية لتجربة بشرية تبث الروح بين صفحات كتاب أو قصيدة أو قصة أو فن من فنون الأدب الأخرى. ومن هنا جاءت منزلة الأدب الرفيعة عند العرب، فهو مرتبط بالحياة كالهواء والغذاء لا غنى عنه، لكن الفرق يبقى في من يجيد إخراج تلك الأفكار إلى أرض الواقع ليبث فيها نفسا جديدا فيتشاركها الناس فيما بينهم. وباختلاف البيئة الجغرافية والخصائص النفسية والاجتماعية يتأثر النتاج الأدبي، فتلك العوامل تسقل الحس وتنعش الأفكار. فعاطفة شاعر الصحراء ووعورة الجبال ليست كعاطفة شاعر يعيش بين الحدائق الغناء والمروج الخضراء، فالمحيط أو الطبيعة التي نشأ في أجوائها الأديب هي من تتحكم بمادته الإبداعية، إضافة إلى ما تعيشه القبيلة أو الدولة من أمان أو حرب. وإلى جانب هذا الأدب العربي الضخم، كانت تقوم في الشام والجزيرة والعراق آداب أخرى قوية خصبة عاش بها الناس وأثرت في نفوسهم وكونتها تكوينا خاصا. ومع ذلك لم تكت كل هذه الآداب تلقى الأدب العربي حتى تنحني أمامه وتندمج فيه لتصبح جداول تنتهي إلى هذا النهر العظيم. الأدب العربي عطاء من الأفكار والعواطف لا ينضب أبدا، وصورة صادقة واضحة للحياة، حتى بات العرب يؤرخون لحياتهم الاجتماعية والسياسية من خلال فنون الأدب، لا سيما الشعر الذي علت مكانته حتى كتب بعضه بماء الذهب وعلق بعضه الآخر في الكعبة المشرفة. لكن ثمة إشكالية كبيرة بعد فهم ماهية الأدب العربي، تلك هي الطريقة والكيفية التي تفرض علينا أن نتكيف مع عصر السرعة والتكنولوجيا المتطورة في إيصال هذا الكنز إلى أجيالنا المتعاقبة وتعريفهم على أجدادهم الأدباء بطريقة تجعلهم يعشقون هذا الفن وينجذبون لقراءته، وبالتالي تنمو ذائقتهم الفنية ويتفتح خيالهم الإبداعي فيبرعون في شتى العلوم. ويكفي أن عباقرة علماء المسلمين قديما في مختلف العلوم الرياضية والفلكية والطبية أو الكيميائية وغيرها كانوا أدباء صنعوا أروع صور الحياة. ينضم إلينا في الاستوديو الأساتذة إسلام ماهر عمارة، أستاذ الأدب العربي والنقد المساعد في جامعة كولوداغ التركية، ومعي أيضا الأستاذ سمير عطية مدير عام بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة، ومعنا عبر سكايب من مدينة مرسين الأستاذ أيمن الجبلي الشاعر ورئيس رابطة خريجي اللغة العربية في مرسين. أرحب بضيوفي الكرام ونبدأ من جهة القلب مع الدكتور عمارة. يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأدب العربي ونكشف عنه ونسلط الضوء عليه بدقيقتين أو ثلاث، ماذا يمكن أن يقال في هذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أولا على الاستضافة في هذا البرنامج الشائق
وهو حقيقة الأدب العربي يمتاز بأن له جذورا تاريخية قديمة، وهو يحتاج إلى أن تفرد له حلقات في مواضيع شتى. الأدب جاء من المأدبة والمأدبة، وأن يجتمع الناس على أمر معين حتى ينالوا فيه مثل الطعام أو ينالوا منه شيئا متعلقا بالأدب. فالأدب له مفهوم واسع شامل متعلق بكل ما في الكلمة من معنى. ولذلك كان أبو تمام حينما ألف وصنف حماسته، حماسة اللي هو مجموع شعره، صنف هذه الحماسة الكبرى فجعل فيها الأدب بشموليته وكل ما فيه من معنى. ثم جاء تلميذه البحتري فجعل الأدب على أساس وعلى منهج تهذيبي إصلاحي أخلاقي، فجعل العشرة أبواب التي صنفها أبو تمام جعلها في 174 بابا كلها منصبة على جانب التهذيب الخلقي والإصلاح للنفس وللمجتمع ولغيره. هذا الأمر متعلق بتأديب النفس بكل ما يكون له من معنى. لذلك كان العلماء السابقون والمصنفون يهتمون بقضية الأدب، ولذلك كانوا يعني يأتون بأولادي بمؤدبين لأولادهم حتى يؤدبوا. فجاء مثلا المفضل الضبي ليؤدب ولدي الأمين والمأمون ليؤدب أولاد هارون الرشيد، وجاء كذلك حماد الراوية وصنف المعلقات لتأديب أولاد معاوية. تأديبه يعني بتأديبه بحسن الأخلاق الحسنة تقصد هنا؟ بالأخلاق الحسنة وبالأدب وتغذيته بالشعر. بالشعر. بالشعر حتى تقوم الألسنة. ولذلك كانوا قديما حينما يعني يولدوا الأولاد كانوا يذهبون بهم إلى البادية ليكونوا أصح جسما وأفضل لسانا وأصفى ذهنا، فيتعودوا على السليقة منذ صغرهم ومنذ نعومتهم حتى تكون ألسنتهم فصيحة. أستاذ إسلام، يعني هنا يعني تقودني إلى سؤال ربما استنتاجي، يعني هل الأدب هو حالة انفعالية سواء كانت عاطفية أو عقلية، أم هو يعني في النهاية رسالة مقصودة؟ الأدب رسالة، الأدب في أوله هو رسالة إلى الآخر، ولكنه هو يعبر في الذات عن تجربة شعورية يعبر عنها الأديب في ثوب فني جميل. ولكن هذه التجربة الداخلية قد تتلاقى مع تجارب أخرى، لكن لا يستطيع الآخر أن يعبر بها كما يعبر الأديب أو كما يعبر الشاعر. لذلك كان الشعر حالة متفردة في الأمة العربية. الشعر دم متدفق في أوصال الأمة العربية في ضميرها ووجدانها، يستوعب شؤونها ويتنغش بحياتها ويستوعب جوانب كاملة بما أوتي هذا الشعر من حلو النغم وبما أوتي من طريقة في النظم وفي الأسلوب، جعلت هذا الشعر له مذاق خاص تتعشقه الأذن العربية. حتى إن العرب قديماً كانوا يريدون هذا الشعر ويكررونه، فيقول الشاعر مثلا حينما كانت بنو تغلب قد ألهاها قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، عاب عليهم بنو بكر فقالوا ألها بنو تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يروونها أبدا مذ قال قائلهم يا للرجال لشعر غير مسؤومي. فالشعر كان دائما تسير به الركبان وتحدو به في أسفارها الإبل وغيرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول لأنجشة يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأن الشعر كان دائما يجعل الإبل حتى تسرع في عدوها وفي مشيها وفي حركتها، مما يؤثر على النساء اللواتي يجلسن في الهوادج. يعني هذا صراحة يعني أيضا أريد أن أسأل وأتحول إلى الأستاذ سمير لأسأل، ما المنزلة والمكانة والموقع الذي احتله الأدب عند العرب؟ يعني هل كان العرب يمتلكون الوعي الكافي بأن هذا ما يقولونه هو أدب، أم فقط مجرد تعبير عن حالة انفعالية شعورية أو عقلية؟ حياكم الله أستاذنا. يجب يعني من الضروري بمكان أن نذهب إلى رواية من الروايات
تقول إن المعلقات الشعرية كتبت بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة، كما يعرف الأستاذ وتعرفون أفضالكم الجمهور الكريم، هذه من الروايات التي لم يثبت صحتها، لم تثبت صحة هذه الرواية أو تنفى بشكل كامل، ولكن تعطي مؤشرا على أهمية المدلول المكاني والوجداني والاجتماعي للشاعر. عمرو بن كلثوم الذي ذكره الأستاذ قبل قليل عندما قال أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، هذا الانفعال، هذه الحماسة، هذا الكبرياء والعزة لم يكن مقتصرا فقط بعمرو بن كلثوم، هذا أصبح له امتداد أخلاقي وامتداد طبعي في نفوس العرب. هذا جانب. جانب آخر، كانت العرب تحتفل إذا ظهر فيها فارس وإذا ظهر فيها شاعر، لأنه وزارة الإعلام التي سوف يعني يرد على هؤلاء الناس. من هنا نرى عندما تصاعدت الحرب الكلامية بين عدد من الشعراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدر دم كعب بن زهير، وتدخل بعض الصحابة ممن يعرفه وقال له تعال إلى محمد بن عبد الله ويعرض عليك الإسلام ويعفو عنك ويصفح، فجاء فقال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ثم قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. عندما كبر الصحابة رضي الله عنهم، عندما فرح حسان بن ثابت وعدد من شعراء الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، كانوا يدركون ما قيمة الشاعر في المجتمع العربي. عندما نعلم أن القرآن الكريم جاء يتحدى بلغاء اللغة العربية وأهل الخطابة وأهل اللغة، عندما نعرف أن القرآن الكريم بهذا المستوى الراقي من الفصاحة وبهذا المستوى من الجزالة واللغة العربية الكبيرة نزل على شعراء العربية وعلى خطباء العربية، ندرك أي مجتمع كان. عندما يؤرخون لمن قال أول خطبة فيها أما بعد، إذن هم يعني لا يذكرون من قال، لا يذكرون شخصا قاله قبل ذلك. وبالتالي عندما نذهب إلى قيمة الخطيب في المجتمع الجاهلي، قيمة الشاعر في المجتمع الجاهلي، هذا الحراك العربي، هذا الكلام، هذه القيمة اللغوية التي يفاخرون بها، هي اللغة التي يذهبون من أجل أن يكون هناك وزارة حقيقية للثقافة تدافع عن أعراضهم، تدافع عن أنسابهم، تدافع عن حضورهم. حقيقة هذا الأمر الذي أراد المؤرخون أن يعرفوا ما هو هذا التاريخ، قدروا هذا التاريخ بمئة وخمسين عاما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا في هذا بهذا الحدود. هناك الكثير من المعطيات التي أرخت ووضعت معايير مهمة وكشفت عن معايير مهمة لوجود اللغة العربية في العصر الجاهلي. طيب دعني أتحول إلى مرسيم مع الأستاذ أيمن. يعني الأدب وتحديدا الشعر يعني حضر بقوة في حياة العرب، كان من خلاله كانوا يدونون معاركهم وتاريخهم وحالاتهم النفسية وحتى حالاتهم السياسية. لماذا حضر الأدب بشكل عام، يعني من خطابة وشعر ونثر بشكل عام، لماذا كان حاضرا بقوة في مرحلة باكرة جدا من حياة العرب؟ ما السر وراء هذا الحضور الباكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتك أستاذنا الكريم، وشكرا لهذه الاستضافة وتحيتي لضيفيك الكريمين. أنا لا أريد أن أعود إلى ما ذكره وقاله الأستاذ سمير مشكورا في إشكالية أن الشعر العربي تحديدا كان بمثابة وزارة إعلام، فكان العرب تتناقل أخبارها عن طريق النصوص الأدبية، لذلك كان الشعر من الأهمية بمكان. أيضا أثر الشعر في الحياة الاجتماعية بنشره للفضائل، ولا زال هذا التأثير قائما، فحين يصدر شاعرا نصا يحمل قيمة أخلاقية فهو يساهم في تأصيلها، وهذا ما تحتاجه المجتمعات لبناء الأفراد ضمن المجتمع واستمرارية هذا المجتمع. بينما حين يصدر الشاعر نصا يحمل قيمة لا أخلاقية فهو يساهم في تضليلها. ودعني أذهب معك إلى عنترة، نحن نتحدث عن بداية الشعر العربي في العصر الجاهلي. عنترة يقول
مستمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. هذا الشعر العربي الذي أصل لهذه الأخلاقيات وبات إرثا يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل أخذ مكانه الحقيقي عند العرب من أجل هذه الأخلاقيات ونشرها. نعم، طيب هنا أعود مرة أخرى أستاذ إسلام، العرب برعوا في الخطابة وبرعوا في الشعر وفي مرحلة ربما لاحقة برعوا في النثر، لكن ثمة من يعني يريد أن يسأل لماذا الشعر بالذات برع به العرب، حتى قيل عالميا إن الشعر ديوان العرب. نعم. لماذا الشعر بالذات برعوا به؟ لماذا لم تكن فنون أخرى الرواية النثر مختلف فنون النثر لم يبرعوا به؟ لماذا الشعر بالذات؟ هل هذا لارتباطه بالجغرافيا العربية بالخصائص النفسية للعرب أم ثمة عوامل أخرى في هذا؟ الشعر هو ما تعشقته الأذن العربية وسارت عليه، فهو يجعل المرأة دائما في حالة من الانسجام النفسي والعاطفي، أشياء يرددها ويتنغم بها وتعجبه حتى يهز رأسه إعجابا وطربا بهذا الشعر. لذلك كان احتل الشعر المكانة العظمى بين العرب، وكان له القدح المعلى في الأدب العربي بشكل عام. لو وجدنا مثلا أن الشعراء كانوا يتبارون مع بعضهم في سوق عكاظ ومن مجنة وذي المجاز، لأن وتضرب الخيمة للنابغة حتى يأتي الشعراء ويقيم بينهم المسابقات والمطارحات الشعرية من أجل أن الشعر، فنحن أمة القول، أمة امتازت بكلامها وبقولها وليس أي كلام. والقرآن لذلك عرف ذلك في أمة العرب، فاختار اللغة العربية لتكون وعاء لكتابه. ولذلك يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يجب أن يكون الكلام بليغا قويا فيه تأصيل مؤثر في النفس. والنثر قول أيضا، والنثر قوي، ولكن الشعر أقوى لارتباطه بحالة من النظم والتفعيلات والأمور التي يطرب لها وتطرب لها الأذن وتتعشقها هذه الأذن، ويسهل حفظه أكثر من النثر، يسهل حفظه. هل يمكن أن يكون، معذرة أستاذ إسلام، هل يمكن أن يكون أن العرب اهتموا بالشعر بصنوف الأدب هل لأنهم يمتلكون خصائص نفسية هي أقرب، هي حالمة، هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع والتفكير والمنطق، كما برع مثلا اليونانيون في الحضارات السابقة برعوا في الفلسفة وبرعوا في المنطق وبرعوا بالعلوم المادية أو بالفلسفة المجردة، بينما العرب برع بالشعر، هل لذلك ارتباط بالخصيصة النفسية لها مثلا؟ الجاحظ يقول إن العرب كل أمة تمتلك فنا من الفنون، فبالشعر جعل العرب لهذا الشعر كتبوا به على بعض لوحاتهم، كما يفعل مثلا الذين يكتبون اللوحات ويرسمونها على معابد القصور في اليونان وفي غيرها، لكن الشعر قيدوا به مآثرهم وذكروا فيه أفعالهم وحياتهم وتنغشوا به بكل ما في الكلمة من معنى. تجد الشعر ديوان العرب. لذلك لما سئل ابن عباس يقول إذا تعاظم عليكم أو تعاجم عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب، حينما نفتح مثلا شعر ثقيف، قبيلة ثقيف، وهي أقل شعرا من بقية القبائل، لأن الشعر قبيلة ثقيف كانت قريبة إلى الصناعة والزراعة وانشغلوا بهذا عن الحروب وانشغلوا بهذا عن الشعر، ولكن وجد فيهم شعراء كثيرون. نجد هؤلاء الشعراء، مع أن ثقيف يعني معروفين بالشدة والبطش، يعني رجال ثقيف، رجال ثقيف معروفون بالشدة وبالقوة وبالبأس، وقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة ووجد فيهم بأسا ولم يستطع فتح الطائف في ذلك الوقت، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أتي بثقيف. المهم هؤلاء ثقيف كان لهم أشعار، ومنهم أمية بن أبي الصلت الثقفي، أبوه شاعر، وابنه القاسم شاعر، وربيعة شاعر، وجدتهما شاعرة، أسرة كلها شاعرة، ولهم ما لا يقل عن 100 شعر، وقد جمعت لهم شعرهم وحققته.
فالشعر عندهم. حينما نجد أن هذا الشعر يستخدمه المفسرون القرطبي يستشهد بأكثر من 25 موضعا في تفسيره ليستشهد بالشعر الثقفي، وحينما نجد أنه استعمل هذا الشعر في التفسير القرآني والتأصيل البلاغي والتقعيد النحوي والتذوق البلاغي، حتى أصبح الشعر هو منسجما حتى مع كتاب الله عز وجل ومع القرآن. لذلك كان الشعر هو حياة العرب الذي به ذكروا فيه حياتهم والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية، فجمع الشعر فأوعى وكان له القدح المعلى في هذا. نعم، حقيقة يعني هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من التوضيح. أيضا الأدب العربي بشعره ونثره وخطبته حظي بمكانة واسعة في العالم وتغنى به الكثير من المفكرون والرحالة. نريد أن نبحث شخصية الأدب العربي والعوامل التي أسهمت في إسباغ هذه الشخصية عليه، ولكن بعد الفاصل. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. لأن الأحداث تصنعها الشعوب المكافحة، تنقلها القنوات الرائدة. لأن فلسطين تعيش في قلوب الأحرار، لابد أن نعيش فيها ومعها. لأنها تستحق أكثر من مجرد تغطية إخبارية، أعمق من نقاش وتحليل، وأبعد مما وراء الأحداث. نحن عينك على فلسطين. برنامج من فلسطين على قناة الرافدين. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن منزلة الأدب العربي. سريعا أستاذ سمير، كان العرب في الجاهلية يعني كان قصيدة أو بيت ربما يتسبب في قتل رجل، وربما بسببه تنشأ حروب تدوم لعقود من الزمان. أريد أن أسألك عن السر الكامن في وراء هذه القوة التأثيرية الكبيرة للأدب وخصوصا منه الشعر في العرب، ما السر وراء ذلك؟ حقيقة يعني كان البيت يخيف أكثر من السيف في كثير من الأحيان. الشعر العربي جاء في بيئة عربية تلتزم بالكلمة ولديها قيم حقيقية جاء ليتممها الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية في أهمية الكلمة. الشعر دون النثر استطاع أن يوجد منذ اللحظة الأولى، القصيدة أخذت إيقاعها الموسيقي الذي تطرب له الآذان مثل ما تفضل الأستاذ. الشعر كان وعاء استطاع أن يدخل إلى رحلات العرب، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، استطاع أن يكون وعاء أخلاقيا، وعاء للفروسية، وعاء ثقافيا لكثير من المضامين التي انعكست. يعني قال الأستاذ قبل الفاصل على عن موضوع المفسرون في القرآن الكريم الذين لجأوا إلى هذا الموضوع. حقيقة موضوع الشعر، البيئة أثرت، الشخصية العربية أثرت، طبيعة القصيدة العربية دون النثر أثر في هذا الموضوع، اتساع اللغة العربية. اللغة العربية اليوم من اللغات التي لا تموت، في حين أننا نرى لغات تندثر. في بعض الإحصائيات تندثر لغات في أيام متقاربة، يعني بعض الإحصائيات المتخصصة باللغات العالمية تقول إن هناك بعض اللغات تموت كل أسبوع. وبالتالي نحن أمام اللغة قادرة على التجدد، قادرة على أن تحضر بشكل واضح. سمير لو أذنت لي، يعني لم أشبع بعد من السؤال. نعم. من السؤال يعني أبحث عن جواب عن لماذا العرب برعوا في الشعر حتى الآن، وكان في الجزيرة العربية وفي الشام وفي العراق، يعني كان هناك قبائل وكان هناك حضارة، لماذا لم يتقدم النثر عند العرب؟
موازاة للشعر. النثر كان متقدما ولكنه لم يتقدم على الشعر. أنا قلت لك أستاذي الكريم هناك الخصائص المتعلقة بالشاعر، إبداع هؤلاء الشعراء، طريقة تعاملهم مع البيئة، مع المجتمع، طريقة تغطيتهم للثأر وللفروسية كانت أجمل وأقوى وأكثر قربا للنفس الإنسانية. الموسيقى الداخلية في القصيدة غير الموسيقى الداخلية في النثر، الموسيقى الخارجية في القصيدة غير الموسيقى الخارجية في النثر. عندما يسافر لشهر وشهرين إلى الشام أو إلى اليمن هو يحتاج إلى وعاء، هو يحفظ، صحيح يحفظ خطبة أو خطبتين أو عشر خطب، ولكنه لن يستطيع أن يوصل إليك ما أوصله من الشعر. الشعر، الموسيقى الداخلية والخارجية، المفردات التي كانت موجودة، الرسالة التي كان يقدمها الشاعر حقيقة أمام المجتمع العربي عفوا بهذا الخصوص. استطاع حقيقة امرئ القيس أن يتقدم بالبعد الوجداني، بغض النظر اتفقنا معه أم لم نتفق في البعد الوجداني وطريقة التعاطي مع القصيدة الغزلية. الفروسية عند عمرو بن كلثوم وعند عنترة بشكل أكبر حقيقة أستاذنا الكريم. حتى عند الفرسان الذين خرجوا عن روابط القبيلة وكانوا من الشعراء، الشعراء الصعاليك، كان هناك أثر سلبي عند القبيلة، كيف يعني خسروا هؤلاء الفرسان وخسروا هؤلاء الشعراء. كان زادا نفسيا الشعر للعرب، كان زادا نفسيا عندما يسافرون، عندما يرتحلون، عندما يدخلون المعارك، كان يمثل زادا نفسيا. صحيح. إذا سمحت لي أستاذي الكريم، أنا تأملت كثيرا وقرأت كثيرا في تفسير سورة الشعراء، لماذا يعني اختتمت هذه السورة ببضع آيات عن الشعراء؟ هل الحديث عن الشعر فقط في هذه الآيات؟ عند المفسرين وعند منذ الآية الأولى وحتى الآية الأخيرة أنت تتكلم، الآيات تتكلم عن الكتاب وتتكلم عن الآيات واللسان العربي المبين. سورة الشعراء يظن البعض أنها جاءت لتتحدث عن الشعراء بعد أكثر من 200 آية لتخصهم بآيات قليلة في النهاية. سورة الشعراء التي جاءت بعد العصر الجاهلي في صدر الإسلام وفي العهد المدني جاءت لتعطي إضاءات على دور الشعر في العصر الإسلامي وكيف له أن يتطور عما كان عنه في العصر الجاهلي. أعتقد أن إضاءة أيضا على سورة الشعراء ستعطينا إضافة كثيرة لما تفضلت به. طيب، وأنا أتحول للأستاذ أيمن جبلي لأسأله عن شخصية الأدب العربي. لا شك أن الأدب العربي شخصية خاصة مستقلة يتميز بها عن الأدب الأخرى. السؤال هو يعني ما العوامل التي أسهمت في تشكيل الأدب العربي وفي إسباغ هذه الشخصية عليه؟ العامل الأول غنى اللغة العربية بالمفردات التي تفتقر إليها باقي اللغات. يعني أنا أقصد الدلالات الخاصة بالألفاظ العربية هي غنية وواسعة جدا وتفتقر إليها اللغات الأخرى. أريد أن أنطلق من ما انتهى منه الأستاذ سمير في تحديدا في سورة الشعراء التي فيها إشارات من أجل تهذيب شخصية الشعر العربي. كما أن الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، هناك إشارة أيضا في هذه السورة الكريمة من أجل تهذيب الشعر، ولذلك تحدث الله عز وجل عن الشعراء وأتباعهم ثم استثنى بإلا حين قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا الاستثناء فيه إشارة لتهذيب الشعر العربي وأخذ ما يهذب النفوس منه وتطويره وترك الأغراض الأخرى. أظن هذا الأمر ساهم إلى حد كبير في تشكيل شخصية الأدب العربي من أجل ما سيكون لاحقا. ماذا عن ملامح هذه الشخصية أستاذ أيمن؟ تفضل أستاذ. سألتك عن ملامح هذه الشخصية، شخصية الأدب العربي، بما اتسم به من خصائص لو كان موضوعا كبيرا، ولكن على سبيل الإجمال بدقيقة يعني يمكن. يعني هناك خصائص كثيرة ساهمت في تشكيل شخصية الأدب العربي، منها الطبيعة الجغرافية التي كان يسكنها العرب وما ساهمت فيه من تصاوير وتشبيهات، أيضا ما جاء بعد عصر صدر الإسلام من تصاوير في القرآن الكريم حاول الشعراء أن يأخذوا وينهلوا منها، وهو ما ذهب إليه بعض الدارسين
أو بعض الدارسين أن الشعر العربي تراجع في عصر صدر الإسلام بسبب انشغال الشعراء بسحر بيان القرآن الكريم. نعم، طيب أستاذ إسلام، أعود إليك. يعني الإسلام عندما دخل، العرب دخل إلى بيئة عربية تركز كثيرا على القيم من خلال الشعر، على القيم الشجاعة والكرم والوفاء والمروءة من خلال الشعر، كان نافذتهم الشعر. دخل الإسلام فأحدث ثورة فكرية عقدية معرفية بين العرب. هذه الثورة التي انعكست على عقائدهم وأفكارهم، هل امتدت لتشمل الشعر؟ بمعنى تغيرت التراكيب والجمل وموضوعات الشعر العربي؟ نعم، يعني تعقيبا على ما ذكر في مسألة الشعر العربي في العصر الجاهلي، الشعر العربي في العصر الجاهلي كان الشاعر يرى أشياء، يرى الصحراء ويرى البادية ويرى الخيل والجمال ويرى أشياء واحدة، البيئة واحدة. ولذلك نجد أن الشعراء يتشابهون فيما بينهم تشابه، لأن الشعر ينطلق من صور محسوسة يراها ثم يقولها، فتجد أن هذا الشاعر تشابه مع ذاك الشاعر. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، هذا امرؤ القيس وتجملي وهذا وتجلدي. هل سرق أحدهما من الآخر؟ لا، إنما التشابه في كثير من الأمور تشابههم، يرون شيئا واحدا وينعكس في ذاتهم، ولذلك يكون المنتج متشابها. ولذلك لما جاء عنترة فقال: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي. حينما يقول هذا، لأن كأن الأولين لم يتركوا للآخرين شيئا، ولكن كم ترك الأول للآخر. هنا نجد أن هذا التشابه حدث، ولكن لما جاء الإسلام أحدث هزة في الحياة والأحياء، ظهر هذه الهزة في المعتقدات في كل شيء. الشعر لما جاء الإسلام قلل من مسألة الهجاء، فجاء الشعر ليكون أقل هجاء، لأن الإسلام ينهى عن السب والشتم والغيبة والنميمة والقدح في الأعراض وغيرها. لما جاء الإسلام فقلل مسألة موضوع الخمر، يقول أبو محجن الثقفي: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هنا حب لهذا، ولكن قل مع موضوع الإسلام، رغم أن أبا معجن هو صحابي جليل. ورغم ذلك فإننا نجد أن حسان بن ثابت، وكان حسان قد عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، هذه السنوات التي عاشها تقلب بين عند ملوك الغساسنة ثم عند ملوك المناذرة، وعند ملوك المناذرة تعلم أساليب وعرف أساليب ودروب المدح والهجاء وغيرها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان حسان على أهبة الاستعداد بهذا المنتج الذي عرف دروب الهجاء وعرف دروب المدح، واستطاع أن يهجو المشركين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر الذين نصروا، فيما معنى الحديث يعني، ما ضر الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بلسانهم. فقال حسان: وأنا لها يا رسول الله، وأمسك بلسانه أنا لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس يؤيدك. ولذلك لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالأنساب، أمر النبي حسان بن ثابت أن يذهب إلى أبي بكر فيعرف منه الأنساب. فلما عرف، لأن النبي له نسب في قريش، فلما عرف حسان ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سأسلك يا رسول الله منهم كما تسل الشعرة من العجين. هنا نجد أن حسان هجاهم بكلام شديد مقذع يسبهم في أعراضهم، ولم ينهاه رسول الله، لم يسبهم في شركهم وكفرهم وعبادتهم الأوثان، إنما سبهم وهجاهم بما يكون فيه تعيير بالأنساب. ولذلك لما جاء عبد الله بن الزبعري فهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب عنه حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هنا نجد
أن الإسلام حث على مسألة الهجاء هنا، لأنه كلام حسان أشد عليهم من وقع النبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهج قريشا فإن هجاءك لهم أشد عليهم من رشق بالنبل. فكان الهجاء، ولذلك لما قلل الإسلام مسألة الهجاء سجن عمر بن الخطاب الحطيئة، لما قال الحطيئة ويعني هجا أحدا الزبرقان بن بدر هجاه فقال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، سجنه عمر بن الخطاب. ولما ضاق الحال بالحطيئة فقال الحطيئة بعد ذلك أشعارا يستعطف فيها الخليفة عمر ليقول له يعني هذه الأبيات التي يستطيع أن يخرج بها من السجن. نعم، حقيقة إلى جانب الإسلام الذي أحدث ثورة وبين جزءا من هذا التغيير في المنظومة الشعرية عند العرب بعد قدوم الإسلام، أريد أن أسألك أستاذ سمير، لا شك أن العرب شهدوا أحداثا سياسية كبيرة حتى في مرحلة ما بعد الإسلام، وشهدوا أنماط حكم. السؤال هو إلى أي مدى هذه الأحداث السياسية انعكست على المحتوى الأدبي للعرب؟ هل يعني الأحداث السياسية وظهور الفرق الإسلامية ودخول المحتلين والتتار والمغول إلى آخره، إلى أي مدى انتقل العرب من الحديث وتركيز شعرهم على الشجاعة والهجاء والكرم والوفاء إلى دخول ساحة المنطق والتفكير والفلسفة؟ يعني كيف تأثر هذا الموضوع؟ يعني أنت تعيدنا إلى كتابات ومؤلفات الدكتور شوقي ضيف رحمه الله. يا سيدي، هذا أمر مهم جدا. يعني الملمح الأول في العصر الأموي هو شعر النقائض، جرير والفرزدق والأخطل. الأخطل الذي كان يرى بعض العلماء أنه لمسيحيته أراد أن يكون له حظوة عند خلفاء بني أمية، لكن الحقيقة غير ذلك. يعني نحن أمام أكثر من 200 شاعر، وفي رواية أن جريرا قد هزم 40 شاعرا كبيرا، لأنه لم يعني يلقي عناء العدل للشعراء الصغار. هناك شعر النقائض الذي دخل فيه الشعر السياسي، حتى في داخل هذا الهجاء وهذا الانتصار لبني أمية وعبد الملك بن مروان ووقوف جرير والفرزدق وغيره، حتى في داخل هذا التفصيل السياسي نحن نجد القيمة اللغوية لشعر الفرزدق. يعني علماء التفسير، علماء اللغة الذين كانوا يذهبون ويتلمسون ما كتب الفرزدق، لأنهم يثقون بلغته وسلامتها وأثر قبيلته على لسانه وقصائده. إذا ذهبنا إلى نهاية الشعر الأموي نجد نصر بن سيار وقد قال: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعيدان تذكي وإن الحرب مبدأها الكلام، أقول من التحسر ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. هذا الإنذار الشعري من نصر بن سيار الذي وجهه إلى أكثر من والي أموي وأكثر من بين قوسين مسؤول في الحكم الأموي عندما بدأت الأمور تنهار في الخلافة الأموية. هذه ملامح من الملامح. إذا ذهبنا إلى المدينة المنورة عمر بن أبي ربيعة والشعر الذي يفيض غزلا، إذا توقفنا عند شعراء العذرية قيس بن الملوح وجميل بثينة، رسائل دكتوراه وماجستير في الفرق بين امرئ القيس وقيس بن الملوح. يعني عندما نتكلم عن أثر الإسلام في تهذيب هؤلاء الشعراء، لا ينكر أحد من النقاد والأدباء والمستشرقين أن على قيس بن الملوح أنه ليس من شعراء العربية، ولكن قيس بن الملوح والشعراء الذين كتبوا في هذا المضمار كان الله سبحانه وتعالى عندهم أعلى قيمة من المحبوبة ليلى وغير ليلى. ولذلك نحن نتكلم عن بيئة توفرت فيها القصيدة السياسية، توفرت فيها القصيدة الوجدانية. حتى جرير يعني عند بعض أغنى الأدب العربي، أغنى الأدب العربي طبعا، عندما يعني ينتصر أحد الأدباء فيقف أمام عبد الملك بن مروان ويقول له: بما جئتنا يا جرير؟ فيقول: بقصيدة جديدة هاتها. فيقول: أتصحو؟
بل فؤادك غير صاحي. فقال له: بل فؤادك يا ابن الغافلة، فلا يتوقف ولا تهتز فرائصه كما يقال. ويكمل ويقول: عشية هم صاحبك بالرواح جرير الذي يغرف من بحر، كما قال الكتاب، ويتسلسل ويندهش عبد الملك ويتكئ على أريكته ويستمع حتى يصل جرير بن عطية ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ حتى قال بعضهم: والله إن هذا أجمل بيت قالته العرب في المديح. جرير الذي قال أجمل بيت في الرثاء، وقال أجمل بيت في الغزل. هذه البيئة التي كونت كل هذا الشعر السياسي الوجداني العاطفي، أجمل ما قال في رثاء زوجته، حتى قالها الفرزدق في رثاء، يعني عندما قال في رثاء زوجته اللهم صل على سيدنا محمد قصيدة الآن نستحضرها. كل هذه البيئة الشعرية الثقافية التي كانت غنية بالعصر الأموي. عندما نذهب إلى العصر العباسي، وما أدراك ما العصر العباسي؟ حقيقة البيئة والخصائص النفسية والبيئة صحيح. الجغرافية والأحداث السياسية أنتجت عبقرية شعرية عند العرب صحيح. وهذا شهد به الكثيرون. نريد أن نذهب إلى فاصل الآن مشاهدينا الكرام، هذا فاصل أخير في هذه الحلقة، نستكمل ما تبقى من الحديث بعد العودة بحول الله. نتجول في عقول الشعراء، الشاعر كتاب حياته، كتاب تجربته وإبداعاته، ألوان إبداعية متعددة وأساليب شعرية مختلفة، لكنها جميعاً تصب في إناء واحد. بيت القصيد إطلالة على القلوب بالدخول إلى العقول. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ أيمن، الأدب العربي بلغ مدى بعيدا في الشهرة وحصل على وصنف في مصاف الآداب العالمية. السؤال هو: هل للقوة السياسية والعسكرية والدينية التي تمتع بها العرب في صدر الإسلام وما بعد ذلك هي التي أكسبته هذه العالمية، أم أن هذه العالمية وراءها قوة أدبية ذاتية؟ لعل كلا الأمرين صحيح، ولكن القوة في أساس اللغة هو ما ساهم لاحقا بالاستناد إلى القوة السياسية إلى الانتشار في جميع أنحاء البلدان التي وصل إليها الإسلام، ونقل إلى هذه الشعوب أخلاقيات الإسلام الحقيقية، فعرفهم على ثقافة العرب وأخلاقياتهم وروى سير الكثيرين منهم، ونقل الصور الحقيقية المشرفة عنهم من خلال الترجمات التي تناولت العديد من النصوص والروايات والمؤلفات الأدبية في مختلف أغراضها. فالقيمة الأساسية هي القيمة الذاتية، ثم ساندتها القيمة السياسية والقوة التي وصلت به إلى كافة أنحاء المعمورة. نعم. طيب هنا السؤال، يعني أريد أن أسأل أستاذ أيمن، أن أبقى معك قليلا لأنني سأختم هنا في الاستديو. يعني هل عندما ينتشر الأدب العربي عالميا ويحظى بشعبية لدى شعوب لا تنطق باللغة العربية، هل مرد ذلك إلى قوة الفكرة أم فقط إلى جزالة أو قوة اللغة كما تفضلت، علما أن هؤلاء الشعوب ليسوا من العرب، لا يتذوقون هذه اللغة كما يعرفها العرب؟ هل مرد ذلك فقط إلى القوة العربية أم إلى قوة الفكرة وعبقرية الفكرة التي قدمها المحتوى الأدبي العربي، أم سمت أسبابا أخرى؟ أنا أعتقد أن السبب الرئيسي هو عبقرية الصورة الشعرية
أنا لا أتحدث عن جزالة اللغة، يعني لا نريد من الشاعر أن يستخدم ألفاظا إن صح التعبير يعرض من خلالها عضلاته اللغوية. لا، هذه الشعوب لا تتقن اللغة العربية، وربما كثير من العرب لن يفهموا مراده إن بالغ في هذه الألفاظ القديمة. إنما العبقرية التي جاءت في الصورة الشعرية وتقديمها بشكل سلس للمتلقي هو ما ساهم في هذا الانتشار. هذا برأيي. مثل ماذا يعني الصورة الشعرية؟ لو تعطينا بعض الأمثلة عن هذه الصورة الشعرية التي حظيت بشعبية واسعة لدى الشعوب غير العربية. والله لا تحضرني سوى أبيات ذكرتها. أنا أقول دائما وهذا ما أكرره، أن على الأديب أن يلتزم قضايا أمته وألا يهملها بانشغاله بباقي الأغراض. ونقول دائما نحن أن الشعر العربي رسالة، يجب أن يكون رسالة، وهو إرث علينا أن نتناقله بحرص وأمانة. فقلت: ما لي أرى الشعراء يكثر هرجهم وسبيلهم نحو الغواية يحرف، كلماتهم أعجاز نخل قد خوت منها المعاني فالقصائد تنزف. الشعر إما أن يكون رسالة أو فلتمت بين الشفاه الأحرف. هذه الصور التي نحاول من خلالها أن نشبه الكلمات بأعجاز النخل التي خوت منها المعاني فأصبحت القصيدة كالجسد الذي ينزف أسفا على هذا الفقد، وأن الحروف إذا فقدت رسالتها فهي كالجسد الذي يموت بين شفاه الشاعر. من خلال هذه الصور أعتقد نستطيع أن نبلغ أقصى ما يمكن أن نبلغه. أشكرك أستاذ أيمن. أستاذ إسلام، يعني أي قيمة إنسانية وحضارية قدمها الأدب العربي بمحتواه ومواضيعه للبشرية مقارنة بالأدب الأخرى؟ الأدب العربي يعني من الصعب أن نقول أنه كان أدبا متقوقعا في ذاته، بل كان منتشرا وكان قويا وامتد هذا الأدب إلى أقاصي البلاد، ليس فقط بسبب أن اللغة العربية لغة قوية وهذا أمر متفق عليه، وليس لأن الشعر له قوة وهذا متفق عليه، ولكن لأن العرب كانت عندهم الرغبة القوية في التعرف إلى الآخر وفي الوصول إلى الآخر. دائما الأمم القوية تحرص على أن تكون، وهي مهيبة الجانب ذات نفوذ واتساع، تحرص على أن تتعرف على البلاد أو التي ما وراء البحار خارج حدودها حتى تصل، حتى تعرف. واليوم هذا الدخان الذي ينبعث من تلك المصانع، ما هذه المصانع ومن أين هي ولماذا، وهل هي مضرة أم غير مضرة، وما التنافسية هنا؟ كذلك كان العرب قديما. حينما نصل إلى العصر العباسي مثلا نجد أن هناك رسالة لابن فضلان. ابن فضلان جاءته رسالة أو كتب رسالة صغيرة، هذه الرسالة كانت في عصر المتوكل، ومحتوى هذه الرسالة أن قوما هناك فيما وراء سيبيريا جاءوا وأرادوا وأرسلوا رسالة إلى الخليفة المتوكل ليعرفوا أو ليريدون إرسال خبراء حربيين ليعرفوا من خلالهم كيف أن هناك أنواعا من الدببة تقاتلهم وتسرق وتنهب وتأخذ كل ما عندهم، وهذه لم يستطيعوا أن يتصرفوا معها، وأرادوا أحدا أن يعلمهم الدين. انظر هنا كيف أن الحضارة الإسلامية أرادت أن تعرف ومدت وذهبت بنفسها. أرسل الخليفة المتوكل ابن فضلان ومعه عدد من المترجمين، هؤلاء المترجمون يعرفون اللغة التركية والقوقازية والسيبيرية، وصلوا إلى هناك. كتب ابن فضلان كل ما رآه وشاهده في هذه الرحلة من الأزقة والأطعمة التي كانت موجودة في طريقه حتى وصل إلى تلك المنطقة، وسجل كل ما رآه، وإذا بهذه الدببة هم مسوخ أو أناس يلبسون جلود هذه الدببة، وقد يعني لبسوها حتى يكون هناك لهم علاقة عرفت الكتابات فيما بعد أنهم قبائل من اليهود كانت تسكن فتسرق وتنهب وتصل إلى هذه. أشكرك أستاذ إسلام، أرجو المعذرة، يعني لم يبقى إلا الدقيقة، إذا كنت تستطيع أن تختصر الجواب بدقيقة، كيف أثر الأدب العربي في الأداب الأخرى المجاورة؟ يعني ثمة من يقول حتى اليونانيون تأثروا بالأدب العربي في مرحلة سابقة. في دقيقة الحمد لله، يعني نحن ننتمي إلى أمة أثرت في الهندي والسندي وبلاد فرس والرومان وبلاد الأندلس، نقلت إلى ما يجاور
حاضرها في أوروبا، وتأثرنا نحن أبناء حضارة ولغة، نتأثر ونؤثر، ولكن للعوامل الذاتية والموضوعية التي تفضل بها الأساتذة الكرام استطعنا أن نكون مؤثرين أكثر من متأثرين، والتأثر الذي جاءنا أيضا استطعنا أن نشكله في صياغة حضارة إيجابية. نعم، وهذا موضوع يحتاج إلى حلقة مستقلة، موضوع التأثير في الآداب والحضارات الأخرى. صحيح. من خلال الأدب العربي. لا شك. أشكرك. سأذكر شيئا عفوا، لم يبقى إلا ثلاث ثواني. جوتا الألماني. نعم، شاعر كبير. كتاب الديوان الشرقي جمع فيه مختارات من الشعر الجاهلي لإعجابه بها وترجمها إلى اللغة الألمانية، وما زال هذا الكتاب يدرس حتى اليوم في المدارس الألمانية. وهو طبعا أشعر شعراء ألمانيا. أشكرك شكرا جزيلا. وأشكرك مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام إسلام ماهر عمارة أستاذ الأدب العربي والنقد المساعد في جامعة كولوداغا التركية، وكذلك سمير عطية مدير عام بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة، وكذلك أيضا من سكايب كان معنا من مرسين أيمن الجبلي خريج اللغة الشعر ورئيس رابطة خريجي اللغة العربية. كل شكر لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.